عدد الاستغاثات الطبية اللي وصلت اللجنة دي، لجنة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وصلها آلاف من الاستغاثات. كمان احنا سألنا سؤال امبارح، قلنا الأهم من أعداد الاستغاثات كم استجابة، والاستجابات دي هل كلها كل الاستغاثات اتحقق فيها؟ فاللجنه كمان اعلنت استجابتها لاكثر من 850 استغاثه من المواطنين في الصحف والمواقع الاخباريه المختلفه، وايضا استغاثات على مواقع التواصل الاجتماعي. ضفنا اللي هيكلمنا بتفاصيل اكبر عن فكره الاستغاثات ولجنه الاستغاثه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسه مجلس الوزراء. صباح الخير على حضرتك. طبعا في فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. دكتور حسام، احنا بنحس كده انه اي حد بيشتغل في الشكاوى بيشتغل في اصعب شغلانه في الدنيا. بالظبط، ده حقيقي. لاسباب كتيره، لانه قد يكون في شكاوى مهمه وموضوعيه وحاجات تانية بتجيلكم ملهاش اي قيمه وناس بتبالغ، احنا فاهمين ده، لكن اعتقد ان لغه الارقام ممكن تسعفنا وتفهمنا بشكل كبير. عايزين نسال حضرتك عن اعداد مثلا الاستغاثات اللي وصلت للجنه خلال شهرين مايو ويونيو مثلا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الاول، هي لجنه الاستغاثات الطبيه دي لجنه مشكله عندنا في مجلس الوزراء، انبثقت عن اللجنه الطبيه العليا اللي كان شكلها دوله رئيس الوزراء السابق المهندس شريف اسماعيل، كان شكل لجنه طبيه عليا يعرض عليها الحالات كلها اللي بتتقدم لمجلس الوزراء، اللي بتيجي عن طريق السوشيال ميديا، اللي بتيجي عن طريق لجنه الشكاوى الحكوميه الموحده، اللي بتيجي عن طريق كل الاماكن اللي هي بتخدم المواطنين، مكاتب خدمه المواطنين في مجلس الوزراء اللي هي بتقدم لها الشكاوى دي. احنا الحمد لله شكلنا اللجنه دي وبدانا نرصد الاستغاثات اللي موجوده. عندنا مجموعه لرصد الاستغاثات اللي كانت موجوده على السوشيال ميديا وكل الاماكن دي. احنا رصدنا في خلال الشهرين دول 850 استغاثه. الاستغاثات دي كلها معظمها حاجات كتير كانت متعلقة بالكورونا. كان في حوالي 570 استغاثة خاصة بالكورونا. الاستغاثات اللي خاصة بالكورونا دول كانوا بيسألوا طبعا ناس عندهم اشتباه وناس عندهم أعراض من أعراض الكورونا، مش عارفين يعملوا إيه، مش عارفين يروحوا فين. طبعا كنا بننسق مع المكتب الإعلامي وغرفة العمليات ووزارة الصحة، وبنوجه الحالات لأقرب مستشفى ليتم التعامل معاها والكشف المبدئي وتشخيص الحاله واخذ المدحه، ونشوف المريض فعلا عنده كورونا ولا لا، ونشوف هيروح مستشفى من مستشفيات العزل او هيتنزل عزل منزلي او ايه اللي هيحصل معاه بعد كده. الحاجات الثانيه كنا بنهتم كمان بنقص الادويه اللي كان موجود في فتره من الفترات، وكان في تنسيق دائم مع هيئه الدواء استاذ الدكتور تامر عصام، وبنتابع اسبوعيا بيجيب لنا تقرير عن نواقص الدواء، وبنقدم لدوله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تقرير دايما بتواجد الادويه وتوفرها في الصيدليات، عشان كان في فتره من الفترات كان الادويه والفيتامينز والحاجات دي كان فيها جزء من نقص في الصيدليات. رصد الاستغاثات ازاي؟ احنا عارفين انه في مركز شكاوى تابع لمجلس الوزراء، ولا هل انتم عندكم دايره اوسع كمان لرصد الاستغاثات؟ احنا اللي بنوصل، احنا اللي بنحاول نوصل للناس. احنا في طبعا منظومه الشكاوى الحكوميه ديت مسؤوله عن كل الشكاوى اللي بتقدم من جميع الاتجاهات، شكاوى مش بس طبيه. بالظبط، لا يعني الصحه والبيئه، الزباله، القضاء، التعليم، كل المشاكل. طبعا هم يعني في جزء من الحاجات بيوصل لنا اللي هي خاصه بالصحه، اللي هي بتبقى فيها شويه تعقيدات ومحتاجه لجنه طبيه عليا. اللجنه الطبيه العليا دي مشكله عندي في مجلس الوزراء، كل اسبوع بتعقد، فيها حوالي 11 استاذ من اساتذه الجامعات المصريه في كل التخصصات المختلفه. عندي اساتذه جراحه مخ واعصاب، عندي استاذ جراحه، عندي عظام، عندي انف واذن، عندي رمد، عندي كل التخصصات تقريبا موجوده. انا بشرف برئاسه اللجنه دي اللي بيعرض عليها الحالات المعقده، ويبقى فيها كذا تخصص محتاجه كونسلتنج. ثانيا، الاهم من ده ومن ده، احنا بنقدر نوصل زي ما قلت لحضرتك عن طريق الصحف. يعني دايما بتلاقي حاجه في الصحف بتطلع استغاثات في الفيسبوك على المواقع التواصل الاجتماعي. احنا في البرامج بنطلع استغاثات، احنا هنبعت لك كتير جدا يا دكتور. بالظبط، لا عيني. احنا يعني من يومين كان برضو احدى القنوات التلفزيونيه كانت عرضت
يعني في البرنامج بتاعها عن في شيال عنده 94 سنه وعنده مشكله في عينيه. واحنا تابعنا النهارده اللي انتوا عملتوه معاه، يعني ودي واحده من الاسباب اننا نقول انه لجنه الاستغاثات الطبيه بتعمل شغل حقيقي سريع مش بس. ده حقيقي. دخلت معاهم انا على طول، وجبنا المريض تاني يوم وعملنا له فحص شامل، وزي ما حضرتك شفتي جبنا الناس شافوه وبدانا نتواصل. فاحنا اللي بندور على الناس، يعني احنا اول ما بنشوف حاجه وتبقى موجوده احنا اللي بنجري ونحاول نوصل للشخص. طيب، عشان نقدم له الخدمات. بس يا دكتور هيفضل في ناس برضو بتدور عليكم، فاحنا عايزين من خلال حضرتك، فرصه وجود حضرتك معانا، انك تقول لنا ايه كل طرق التواصل. يعني هل في خط ساخن؟ هل في صفحه معينه ناس تبعت عليها الاستغاثات تحديدا الطبيه؟ لانه بيبقى في حاجات ما هياش ليها علاقة بسياسات وزارة الصحة ولا ليها علاقة بسياسات المستشفيات، لكنها تقصير مثلا من موظف، مدير مستشفى عمل موقف مع أحد المرضى، أي حاجة من النوع ده. أعتقد أنه ده المهم أنه يوصل لكم. منظومة الشكاوي الحكومية يا فندم، الرقم الموحد بتاع منظومة الشكاوي الحكومية، هم هيتواصلوا معاه وهم بيبعتوا لنا الحاجات اللي هي زي ما قلت حضرتك المعقدة أو اللي فيها مشاكل إدارية ديت. ثانيا زي ما قلت لحضرتك، احنا عندنا مكتب خدمه المواطنين في مجلس الوزراء، ده مكتب موجود على بوابه مجلس الوزراء، ممكن الشخص او المريض يقدم شكواه او يقدم تقاريره الطبيه باسم لجنه الاستغاثات الطبيه او اللجنه الطبيه العليا في مجلس الوزراء، وهو بيوصلنا الورق ده على طول وبندرسه وبنتواصل على الفور مع مقدم الشكوى وبنقدم له ان شاء الله الحلول وبنحل له مشكلته باذن الله. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء مركز الاستغاثة.